بأكد لحضراتكم من بيكم هيلبس تيشيرت النادي الأهلي لمدة 5 سنين رسميا. لعيب جوكر بيلعب ناحية اليمين، نص الملعب، الدفاع، زي ما قلت لحضراتكم. موسيماني معجب بيه جدا، وطبعا يعني موسيماني الفترة اللي فاتت شفنا قد ايه هو بيختار اللعيبة اللي هتبقى تحت قيادته الفترة اللي جاية بعناية جدا، يعني مركز قوي في محلل الأداء، بيتفرج بيشوف اللعيبة. بيكم يعني ما فيش كلام عليه، بيكم زي ما قلت لحضراتكم من ولاد النادي، في المنتخب الأولمبي تألق جدا وكان واحد من الكروت الأساسية في المنتخب الأولمبي في الفترة اللي فاتت. في وادي دجلة يعني عامل موسم رائع جدا، لاعب صغير في السن هيقدر يدي جدا مع النادي الأهلي. فكرة أنه هو أصلا ابن من أبناء النادي الأهلي بتفرق جدا، لاعب مدرك قيمة النادي الأهلي، قيمة التيشيرت اللي هلبسه لمدة 5 سنين، إن شاء الله يكونوا يعني أحسن 5 سنين يدي فيهم أفضل ما عنده بإذن الله، ونشوف أداء كبير جدا منه زي ما احنا ما متعودين. لأن هو من وهو في الناشئين زي ما بقول لحضراتكم كنا كلنا كجمهور بنقول اللاعب ده هيبقى حاجة كبيرة، زي كده ما بنشوف أي ناشئ في لاعب، زي ما في عين خطفت مثلا محمد صلاح. بيكم من اللعيبة اللي عندها كواليتي نادرة مش بنلاقيها في أي لاعب، لاعب عنده سرعة، عنده مهارة، عنده تركيز كبير. لما بنقول جوكر يعني أنا شايفة أنه النادي الأهلي الحقيقة جايب صفقات كبيرة قوي الفترة اللي جاية، عشان كده لما بنتكلم على انه الفترة اللي جاية هيكون في شكل مختلف للنادي الاهلي، يعني اذا كان في موسم استثنائي وصعب جدا وظروف كورونا وغيره وتزاحم مباريات وتغيير مدربين، شفنا الحقيقة النادي الاهلي بشكل قوي جدا، شفنا حسم الدوري قبل النهاية ب7 اسابيع، شفنا الوصول لنهائي افريقيا، الاهلي وزمالك باذن الله تكون البطولة التاسعة لينا او التانية لموسيماني تبقى لينا طبعا. يعني وكمان شفنا الصعود لنص نهائي كاس مصر، يعني بنقول دايما النادي الاهلي لما بيدخل اي مسابقه احنا داخلين الموسم بننافس على كل المسابقات، احنا ما عندناش فكره الخساره، ما جمهور الاهلي ما تعودش انه في حاجه اسمها خساره، دايما جمهور الاهلي بيطالب اللعيبه، بيطالب الجهاز الفني، بيطالب مجلس الاداره بالفوز بكل البطولات لانه هو اتعود على ده. فاحنا بنتكلم على فتره جايه يعني في موسم استثنائي، وشفنا الحمد لله الانجازات اللي احنا محققينها وباذن الله تبقى اكتر، وباذن الله يكون خلاص الفتره اللي جايه بنحتفل بافريقيا، ده بنتمناه كلنا ثقه في اللعيبه. ولكن لما بتكلم بقى على صفقات خلاص انا بتكلم على بيكم جوكر، طبعا طاهر جوكر وبيلعب في اي مكان ولاعب كبير، وكمان على بدر بنون لما بنقول عليه لاعب قائد وليدر، وان شاء الله نشوف النادي الاهلي الفتره الجايه بالصفقات الجديده بافضل شكل وباذن الله الانجازات تزيد.